ونورنا كابتن اسامه عرابي اخيرا في الاستوديو. صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا مروان؟ سعداء بوجودك معايا يا كابتن اسامه، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، اهلا وسهلا بيك. الحمد لله. نبتدي معاك من نبدا منين؟ من فين؟ من الخيبه الثقيله ولا نبتدي من اللي جاي بقى ان شاء الله واللي بنتمنى اكيد انه يكون اصعب؟ براحتك اللي انت عايزه. نتكلم عن المنتخب وكيف رايت مباراه مصر وقطر وكيف رايت اداء المنتخب عموما جيت الحق سواء في بطوله كاس العرب او حتى مرحله ما قبل، يعني من اول تولي كيروش للمسؤوليه. هو حتى الان هو طبعا بدايه كروش اسم كبير يعني ما نقدرش ننكر ده، بس هو حتى الان لسه ما استقرش على شكل الفرقه ودي خدت منه وقت طويل شويه، يعني المفروض كان الموضوع اقصر من كده لانه اللي حصل في ماتشات التصفيات، صحيح احنا صعدنا للمرحله النهائيه في التصفيات المؤهله لكاس العالم ناقص مباراتين بس ذهاب وعوده يعني، لكن حتى في مباراتين مباراه انجولا مباراتين ليبيا مباراه الجابون كل دوت الاداء ما كانش مظبوط، لكن وصلنا للنقطه اللي احنا عايزينها. جينا بقى في بطوله العرب هي دي اللي عليها علامه استفهام شويه في حاجه في بعض الحاجات. اولا في لاعبين اكفأ حتى من غير اللعيبه المحترفين ومن غير لعيبه المصري والبيراميدز اللي هم بيلعبوا في البطولات الافريقيه، كان في بعض اللاعبين هنا كان ممكن يروحوا ياخدوا فرصه هناك، دي من وجهه نظري الشخصيه، يعني زي طارق حامد لعيب كبير ومفروض يبقى موجود، واحد زي محمد هاني، واحد زي حسين الشحات، واحد زي يعني في عناصر كتيره، اذا كنا قلنا واذا رمضان صبحي والمجموعه دي كانوا مع بيراميدز فما جوش، لكن برضو ما كانش مستدعى في ماتش الجابون هنا يعني. فهي دي اول نقطه. لما راح هناك في بعض المباريات ادينا فيها بشكل كويس زي الشوط الثاني في ماتش الجزائر، الثلث ساعه الاخيره او النص ساعه الاخيره في ماتش الاردن، لكن في المجمل ينفع كده يا كابتن؟ كان في ما هو ينفع كده نتكلم في ربع ربع ساعه حلوين في الصوره؟ ما هو لا ما هو عشان هو خد عناصر من وجهه نظره ان هي هتضيف للمنتخب وبيعمل بعض اللاعبين في منهم كويسين جدا طبعًا على فكره وفي منهم هيستمر يعني دي طبعًا حاجه كويسه. لا لا اكيد، ما هو دي من الايجابيات في بعض صح. الناس مش كتير يعني، لكن في بعض الناس ممكن يستمر، لكن هو بس هناك كان بيغير حتى في مراكز اللاعبين يعني دي نقطه ثانيه، حتى غير الاختيار في بعض العناصر من وجهه نظري كانت تنضم كان في تغيير كتير في مراكز اللاعبين، يعني مثلا نلاقي زيزو ناحيه الشمال، زيزو بيلعب اكتر ناحيه اليمين وبيجيد فيها، مصطفى فتحي مثلا حتى في الماتش الاخير نزل بديل ناحيه في مباراه قطر الاخيره نزل بديل في الجانب الشمال، مصطفى فتحي بيجيد تماما في اليمين وبيبقى خطورته كلها معظمها يعني. في لعيبه كتير بتقل لما بتغير مراكزها، مش شرط كل لعيب يقدر. هو الشناوي الوحيد اللي فضل في مركزه تقريبا يعني حاجه كده يعني. لا لا مش للدرجات يعني واثنين كمان بالكثير. لا مش للدرجات يعني، محمد شريف مثلا اخيرا ماتش الاخير لعبه راس حربه كان بيلعب في الجناح اليمين الجناح الشمال، ما بقاش مرتاح حتى لو ادى طبعًا فيها طبعًا. هيدي مثلا 4 من 10 صحيح، لكن لما بيلعب في مكانه بيدي 8 من 10 او 9 من 10 او 7 من 10. طب ما ممكن حد يجي يقول ده حصل في المباراه الاخيره مع قطر وبرده ما فوزناش، لا يعني ده ممكن لا مش شرط، ما هو مش شرط عشان اعمل الصح ان انا اكسب، لكن في الاول لازم اعمل الصح. واحد زي محمد شريف هو لعب مباراه واحده لكن ما خدش فرصه كامله، يعني ما خدش فرصه كامله ان بيلعب هو الان، يعني مش بيلعب ان هو مرتاح ان المدير الفني مديله الدعم وانه يلعب في المكان ده. لا ده كان غايب بصراحه يعني من ما هو من مباراه ليبيا هنا وفي في معسكرات انضم فيها في معسكرات ما انضمش فيها، ماتش مثلا الجابون لعب في الجناح اليمين، ماتش تاني لعب بالزبط. في الجناح الشمال، يعني تغيير مكانه حتى كتير. حتى قفشه لسه كنا بنتكلم، انت عندك بلاي ميكر وديته فين؟ عامله ديفندر ليه؟ يعني ما انا برضو عايز افهم انا شخصيا. ما هو بقى من وجهه نظره، ما انا بقول لك دي طول فيها، عشان كده انا اعتقد واكيد يعني انه المساعدين بيتكلموا معاه، بس هو ليه وجهه نظر، هو عايز يشوف بنفسه، بس خد فيها وقت طويل، يعني التجارب دي في تغيير المراكز اللاعبين وفي اختيارات بعض اللاعبين اللي كانت مفروض تروح خد فيها وقت طويل. البطولة دي فيها إيجابيات، من إيجابياتها إن هو لعب فترة مجمعة،
يعني شبه الامم الافريقيه اللي جايه. صح. فدي يعني نفس الجو، انك بتلعب كل 3 4 ايام مباراه، بطوله مجمعه. انت من فتره طويله المنتخب المصري عمره ما كان اتجمع لمده 20 يوم او 25 يوم حتى مع المدربين السابقين. يعني هو خد فتره كويسه قاعد مع اللعيبه في معسكر يومي، شايفهم بيلعب ماتشات رسميه. فدي برضو من الايجابيات اللي في البطوله عشان نستفيد منها في الامم الافريقيه. في لعيبه اكتسبت خبره اكتر زي حمدي فتحي، زي احمد ابو الفتوح، زي اكرم توفيق، اللعيبه اللي هي فعلا يعني ليها ثقل وممكن تضيف للمنتخب، وخدت عدد ماتشات دوليه كويس. بس انا ما قلت لك اكتر نقطتين كان الواحد يعني شايف من وجهه نظره من بعيد كده، تغيير مراكز اللاعبين وكتير في سواء في بدايه التشكيل او في اثناء المباراه. ده بيحصل ولكن كانت كتيره. اعطاء فرصه لبعض اللاعبين، ومش لازم نذكر اسامي عشان ما تتخذش بيرسون، بس اعطاء فرصه لبعض اللاعبين اللي لم يؤدوا بشكل يعني متوقع على الارض، ولكن استمراريه كمان تمسكوا بيهم. خلي بال حضرتك من حاجه، ده ممكن يضر اللاعب نفسه. انا طبعا لما اصر على لاعب انا ممكن اكون بضره بهذه الثقه اللي هو لا يستحقها مثلا في اللحظه دي. مظبوط، دي نقطه مهمه، انه احيانا حتى لو انا عندي قناعه بحد ولعبته واديته فرصه معقوله، مش شرط اقعد اضغط عليها لغايه لما الجمهور والنقاد وللاسف حصل او اللي هم محللين في سواء لعيبه قدام او صحفيين او كده او اعلاميين، يعني يبقوا خلاص انك هتعمل كويس او وحش، انت خلاص الناس قفلت شويه من هذا اللاعب او ده او اللاعب دوت او اللاعب ده. فهي نقطه فعلا مهمه، انه في وقت معين انا اديت فرصه اريح شويه والاعب حد تاني. بالظبط. فهي النقطه انه المهمه يعني انه في ناس ممكن تكمل مع المنتخب ولكن في مرحله لاحقه جايه، لكن كان في ناس اكفأ واكثر خبره واكثر خبره دوليه واكثر خبره حتى في مش ضروري حتى على مستوى المنتخب مع انديه زي الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه. يعني اديتك مثال، مثلا واحد زي محمد هاني كان ممكن ياخد فرصه في الباك رايت، واحد زي طبعا طارق حامد لعيب كبير واسم كبير، كتير جدا، واحد زي رمضان صبحي، واحد زي يعني في اسامي كتيره انا مش يعني الشحات. احنا بس عايزين قبل ما الوقت يسرقنا نروح بقى معاك لملف النادي الاهلي وتحديدا لقاء الاهلي والرجاء. ماشي. بس اخيرا عشان اقفل موضوع المنتخب، هي تجربه مفروض ان احنا نستفاد منها، فيها ايجابياتها وفيها سلبياتها، ونتمنى الاخطاء دي في الامم الافريقيه ان شاء الله ما تحصلش. مفيش بقى الرفاهيه بتاعت خالص كاس بطوله كاس العرب خلاص. يعني هيبتدي يحاسب كيروش بالمرصاد زي ما بيتقال، لان الناس نفسها مش هتقبل. لا، وخد الفتره الكافيه انه شاف بقى مين الاصلح ومين اللي ينفع دلوقتي ومين اللي ما ينفعش دلوقتي ومين اللي في مرحله جايه. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الامم الافريقيه الجايه. يعني بالنسبه طبعا ماتش الرجاء، اكيد مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، مباراه واحده ببطوله. يعني صحيح اهميتها ما بتبقاش زي البطوله نفسها الافريقيه او دوري، ولكنها بطوله في الاخر، طبعًا. في الآخر رغم ان هي مباراه واحده زي السوبر المصري مثلا او كده. اعتقد انه استعداد النادي الاهلي كويس، مستر موسيماني يعني الفتره الاخيره في الدوري النادي الاهلي كان بيأدي فيها بشكل كويس، لعب اكتر من مباراه وديه بيجهز اللعيبه، ولكن هي شويه العقبه اللي هتقابلنا بعض اللاعبين اجهدوا في البطوله العربيه. دي حقيقه. يعني نستبعد الشناوي لانه حارس مرمى رغم ان هو جاله تعب في العضله الخلفيه، ولكن حارس المرمى الجهد اللي عليه في الكميات الجري وكده مش زي اللعيبه اللي في الملعب. فيعني ان شاء الله دي محلوله. هي بس واضحه جدا في المباراه الاخيره في عمرو السوليه وحمدي فتحي. حمدي فتحي اكتر من مباراه اشتكى بتقلصات او في سواء في السمانه او في العضله الخلفيه، وكان في متوقع انه ما يلعبش مباراه اللي قبل الاخيره بتاعه قطر، لكن لعب وتحمل على نفسه ولعب في المباراه الاخيره. بس واضح انه تتالي المباريات، 6 مباريات في
حوالي 18 19 يوم، ده عبء حمل كبير جدا. صحيح. والمباراه الجايه يوم الاربعاء، يعني خلاص ثلاث ايام. طب فهي بس عمرو سليم وحمدي فتحي، اتمنى ان شاء الله انه ان الجهاز الطبي طبعا والمعد وهنعرف خلال يعني ساعات ان شاء الله. لا هم هيلعبوا ان شاء الله، بس يعني اقصد ياخدوا الراحه الكافيه عشان يستعيدوا عشان يستعيدوا الاستشفاء بتاعهم، عشان يبقوا بكامل قوتهم اثناء اللقاء، لان دي نقطه مهمه جدا. بتمنى. وكانت واضحه على لعيبه مصر ولعيبه قطر في المباراه الاخيره، تحس في تعب يعني واضح. يعني انا بتفق مع حضرتك، والاستشفاء كمان هنتكلم عن لاعبتنا الدوليين تحديدا، الاستشفاء البدني مهم، ولكن الاستشفاء النفسي برضو نقطه يمكن اتكلمنا فيها مع مراسلنا كريم احمد، بس برضو ده كلام قيل ان البعض من اللعيبه الثقه عندهم قلت. انا مش بتكلم عن الاهلي تحديدا، الثقه قلت عند بعض اللاعبين، ده الشق بقى السلبي اللي احنا طلعنا بيه، او الاوتكم السلبي اللي طلعنا بيه من يعني المباريات او البطوله، فده امر واقع للاسف الشديد، نتمنى الاستشفاء منه برضو كتير. لا ان شاء الله، يعني لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبيره في الموضوع. طب. ده ياما بيحصل انك منتخب او نادي بيخش بطوله ويخسر، لكن او ما ياخدش الخساره اللي حصل. انا بتكلم عن الحاجات اللي حصلت. لا, يعني. لا لا ان شاء الله يعني يعدوا منها. واحد زي شريف ان شاء الله يقدر يثبت ان هو جدير انه يمثل المنتخب المصري في مركز راس الحربه في المباراه الجايه ان شاء الله. اكرم توفيق لعب 3-4 ماتشات، يعني برده خد راحات كويسه، لانه عمر كمان لعب مكانه في ماتشين، فممكن يكون مرتاح اكتر والمباراه الاخيره. لكن انا بقى اكتر اتنين هم عشان لعبوا معظم الماتشات، سلاعه وحمدي، اتمنى يكونوا في كامل طاقتهم البدنيه، لكن نفسيا ان شاء الله يعني تعدي. نقدر نخرج منها يعني ان شاء الله. نورتنا يا كابتن عرابي، شكرا لوجودك معانا. شكرا لك على خير ان شاء الله. بنشكرك على وجودك معانا، والشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح. الى اللقاء.